مظبوط يا اخ عزوز؟ امال مظبوط المظبوط يا شيخ علوان. وعلى فكره بقى انا ما بعدش اخوانا، لا انا بس بمل عيني وايديا من الفلوس. الكباري ده غالي عليا قوي يا شيخ علوان، الكباري ده فيه شقه عمري، لولاك انت ونجمه مصر انا كان لا يمكن افرط فيها ابدا. انت هتمثل يا عزوز؟ ده انت لاهف مليون مقفول فوق تمنه اللي يستاهل. بنتعلم منك يا نجمه مصر، والمليون الزياده ده بقى عشان فيه من ريحتي، ولا انا ريحتي ما تسواش مليون جنيه؟ طب امضي يا زيزو على العقد، ومن بكره النجمه تقابلني انت والاستاذ في الشهر العقاري، مفهوم؟ وماله يا نجمه مصر؟ الف مبروك يا شيخ علوان. الله يبارك فيك. على المحل وعلى العروسه. طب يلا وجع على العقد عشان نوجع عقد الجواز راخ. ربنا يخليك ليا يا لولي. لولي؟ العب نولي يا استاذ العقد بسرعه، هات ده احسن. الشيخ علوان مستعجل على الاخر. بص بقى طال عمرك، انا عايزه يافطه كبيره قد كده يبقى مكتوب عليها كازينو ناني. اكبر يافطه فيك يا شارع الهرم. بص يا نادر، الواد ابراهيم ده بعد ما راح لكوريا وقعد يعمل الهيصه اللي عملها دي ويهددها في الاوضه، وجوده هنا في اليونان بقى خطر. يعني هنعمل ايه يا عماد؟ يعني بص انا شايف ان احنا نقول له ماشي خد نص الفلوس لحد ما الفلوس ترجع وهايدي تخرج من السجن، بعد كده يبقى يخبط دماغه في حقبه. الواد ده لبط ومن بيئه واطيه ومش هيفوت الموضوع كده، وهيعمل مشاكل. الواد ده لازم يطير. هيطير ازاي يا عماد؟ يعني ايه ازاي؟ ما نعمل له اي مصيبه ويرحلوه على مصر. طب ما هو ممكن يكلم مروان المصري، هنبقى عملنا ايه؟ بس الواد ده وجوده في اليونان خطر. اسمع، فاكر لما كوريا قعدت معاه وزنقته في الكلام وقالت له روح قول لمروان؟ ما راحش وما اتكلمش. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا لازم نقعده قعده ثانيه مع كوريا، نخليها تضمن لنا ان هو ما يفتحش بقه، وبعد كده بقى برحله بقى لو عايز. مش مضمونه دي كمان، كوريا ذات نفسها ما ينفعش تقعد مع مروان تاني. انت نسيت يا نادر؟ لوز اللوز. شوف يا عماد، مربط الفرس ان احنا نشوف طريقه تضمن ان ابراهيم ما يفتحش بقه. ثانيا بقى نحاول نقلل عادات مروان مع كوريا على قد ما نقدر. يا دكتور لو سمحت. ها هي ماما عامله ايه دلوقتي؟ نجوان؟ ايوه، ممكن تطمنيني؟ دي نجوان يا دكتور بنت حاجه انتصار اللي جوه. انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا بندور على اي حد من اهلها من بدري. معلش يا دكتور، اصل انا كنت مسافره بره مصر ولسه راجعه دلوقتي، وبعدين انا عامله حادثه زي ما حضرتك شايف اهو. طب انا عايزك تدعي لها لان حالتها بقت حرجه جدا. ايه؟ هي حالتها بقت حرجه جدا؟ طب انا ممكن اخش اشوفها؟ مش هينفع تشوفيها دلوقتي، هتتابع الممرضه وانا هقول لها امتى بالظبط مواعيد الزياره بعد اذنك. الاكل هنا في منتهى الجمال. ايه بس مفيش اطعم ولا ألذ ولا اجمل من البنات السوريه، قصدي من الاكلات السوريه. بصراحه اكلهم لا يعلى عليه. انت بقى بتحبي ايه؟ بتحبي الفتوش ولا المكدوس ولا خبز الصاج؟ بحب اطبخهم كلهم، وخصوصا خبز الصاج، انا شاطره فيه كتير، بعمله منيح. ياه. ايه بقى معقوله واحده زي القمر زي كده بتخبز بايديها؟ طبعا. قلتي ايه بقى في اللي انا قلته لك؟ مالك في ايه؟ فكرتي في اللي انا قلته لك؟ ايه فكرت. ها ايه بقى؟ لسه ما اخدت قرار. ليه بس؟ انت عارفه انا جات لي فكره بمليون جنيه. ايه رايك نفتح سلسله مطاعم للاكل السوري في اليونان، ونبدا من 50 ل 100 فرع مره واحده؟ صدقيني هنكسر الدنيا. لا ماني متحمسه. ليه بس مش متحمسه ليه؟ الله، وبعدين ده دي فكره حلوه جدا، وبعدين الحاجات الفولكلوريه دي بتشد الناس هنا قوي. شوف انا عندي خبراء وشركاء ممكن استفيد منهم بكل انحاء العالم. لكن هلا بدي اشتغل بمصر، المكتب تبعي بالبرازيل بيشوف انه هاي افضل فرصه حاليا. طب انا مش فاهم مصر ليه يعني؟ طب ما انا وانت هنا اهوت مع بعض وممكن يعني نكسب هنا برضه. لانه هي بلدي الثانيه، وهي كانت أمنية والدي. وبعدين أنا ما بحب الشراكة، السبب الوحيد اللي ممكن يخليني أشارك واحد مصري لو راح يساعدني بمصر. وبكل الأحوال أنا خلص جهزت كل شيء لحتى أروح على مصر، وكتير مشتهي أشوف إذا كانت مثل ما بتطلع بالأفلام.
يا ديما انا بصراحه مش موافق. الافلام حاجه والواقع حاجه تانية. اسمحي لي يعني ان انا اقول لك ان انا مش موافق، لان انا مستحرم ان انت ترمي فلوسك كده، مش معقوله. انا من رايي ان انت تاجلي خطوه مصر دي لغايه ما انا افكر كده واجيب لي 5-6 افكار وهكلمك في التليفون ونحدد قعده تانية، وانا متاكد جدا ان انا هقنعك في القعده دي ان شاء الله. بفكر. عايز تسيب الهلومه دي كلها وتموت روحك وتضيع نفسك يا ولا؟ اسيبين بس يما، وفي كم هاجر يما في الدنيا؟ هاجر دي روحي يما وعقلي وعناية اللي بشوف بيها. وامك يا ولا، امك حبيبتك يا ولا، امك اللي شالتك في بطنها 9 أشهر واحنا على وقت يا ولا. ها اخصى عليك يما. الواحد من غير الام حالته تغم يما. ربنا يخليك ليا يا حبيب امك. انت مين يا جدع انت ومين اللي بعتك؟ قال لا هو كله ورد يا خسرت الفلوس. احنا عايزين شويه برتقال شويه موز، حاجه كده ترم الجته وترم العضم. هو انت هتفضلي طول عمرك كده يا ولية؟ عمرك ما هتتغيري. يلا يا استا بكري استناني يا اخويا في عربيتي المرشيدس. حاضر استا كل مرشيدس يا اختي. اسم الله الله يرحم. التوك توك اللي كنت بتركبيه وتلفي به الحته وتخلي العيال الصغيره بتوع الحاره يصوروكي بالمحمول عشان ايه؟ قالت تتمنظري على مخاليق ربنا. بقى كده برضك يا سوكة؟ بقى كده يا اخويا ده كلام؟ عايز تموت يا اخويا كافر وعشان خاطر ايه؟ يلا معلش انا لقيتك بقى غايب عن نمرتك فمرضتش اعمل لك خصم. خصم وسطك من جتتك يا ولية انت، ويقعدوا يدوروا على بعض كده اهوت. مالك انت ومال فلوس ابني حبيبي؟ مالك انت؟ الله، اشتريته باع وشرى بكل اللي شغالين فيه. اشتريتيه بقى ازاي يا نوال؟ وجبت الفلوس دي كلها منين؟ ده بملايين. مهري يا اخويا جوزي الشيخ علوان كتبهولي مهري. ده غير العربية المرشيدس والشقة ال7 مطارح اللي بتطل عني. ربنا يزيدك يا نوال. اي والله تستاهلي كل خير، ده انت بنت الامرة. حبيبتي والله يا موسوكة. وانت بقى يا سوكة عايزك يا حبيبي تقوم كده بالسلامة. الكباري من غيرك ملوش لزوم، وممكن تبقى تجيب البت الحلوة معاك دي ترقص. عشان انا خلاص يا اخويا مسكت دلوقتي الادارة وبطلت رأس عشان جوزي الشيخ علوان بيغير عليا موت. تشتغل ايه؟ اطلع بره بدل ما حجز لك سرير هنا جنبي. يلا اطلع بره يا بت يا حلوة. انت تعني كلنا ايه بت؟ عسل يا حبيبتي. انتي لبستينا ابيض كده ليه يا اختي؟ عشان زي ما قلت لك بابي هيطلعك تعملي عمره انتي ومرات عم شكري. عمره؟ انا مش وقتك تعملي عمره، اول ما نطمن على هيجي. وانا ان شاء الله لما اخلص هاخدك ونطلع نروح نحج. يلا يا حاجه بقى يلا، لحسن كده الطياره هتفوتك. ايه ده؟ بيقول لي يا حاجه. ايوه يا حاجه سندس. انا هحج يعني، انا هروح هناك املس على شباك النبي والف كده مع الناس اللي بيلفوا حوالين الكعبة. يا حبيبتي. يا رب إن شاء الله. يا حبيبتي أنا بقى هناك هجيب لك مية زمزم أنتي وسعد. سعد بيحب البيت. قولي لي هو الدكتور قال لك إيه؟ أنا ممكن أخش أشوفها؟ عايزة تدخلي لها تعملي لها إيه؟ مش كفاية اللي هي فيه؟ أنتِ مالك أنتِ؟ أنتِ بتكلميني كده ليه أصلاً؟ انتي نسيتي نفسك ولا ايه؟ انتي حتة ممرضة على فكرة، وانا مش بستأذنك، انا بقولك الدكتور قالك ايه؟ انتي تجاوبيني على قد السؤال. الدكتور قال الزيارة مسموح بيها بس في حدود، وقال انها ما تتكلمش. وعلى فكرة انا قلت لها ان انتي بره وهي مش عايزة تشوفك. ياه طب ايه كده؟ انتي رايحة فين؟ انا رايحة اخش اشوف ماما. مش هينفع. بعد اذنك اتلمي بقى بدل ما ندهلك الامن. يا سلام، هي حصلت تجيبيلي الامن؟ انا رايحة اشوف ماما. بعدين تبقى تشوفيها. ماما ألف سلام عليك يا حبيبتي. يا ماما أنا رجعت لك يا ماما، مش هسيبك تاني والله. انا خسرت كل حاجه، انت بس اللي بقيالي عشان خاطري يا ماما. قومي عشان خاطري. وائل ليه يا بنتي؟ عملت فيكي ايه عشان تعملي فيا كده؟ انتي خدتي ايه من ورا كل اللي عملتيه ده؟ خدتي ايه؟ سبحان
سامحك يا بنتي. انا عاوزاكي انت تسامحيني يا ماما، والنبي عشان خاطري سامحيني. انا والله سبتك غصب عني، انا سافرت عشان اجيب لك الفلوس وتعملي العمليه وتبقي كويسه. كنت عاوزه اشوفك مستريحه واشيل عنك التعب، كنت عاوزه افرحك، كنت عاوزه اعمل لك حاجات كتير قوي عشان خاطر تسامحيني. ماما ماما يا ماما ماما، عشان خاطري ماما ما تسيبنيش لوحدي، عشان خاطري انا مليش حد غيري.